تعرضه لحادث اختطاف في ليبيا هو ومجموعة من الشباب. روى لنا محمد بكري ابن محافظة المنيا ما لقاه من معاناة على يد مختطفيه قبيل عودته إلى أرض الوطن بتنسيق أمني بين السلطات المسؤولة في البلدين. بعدما ركبنا السيارة ونزلنا على أساس نازلين مصر، جينا في لبريجة، طلعوا علينا 3 سيارات مسلحة، تم استدراجنا بالسلاح تحت ضغط السلاح وركبونا في السيارات، ومنها من السيارات على السكن اللي ودينا فيه. طبعا كنا متغميين وكنا مكتفين ايدينا للورا هيكي، وقعدنا اسبوع في السكن طبعا تحت ضغط تعذيب واهانه وبهدله وما فيش بعد كده. طبعا بعد ما تم دفع الديه اللي هم طالبينها، الكلام ده تم بعد اسبوع، بعدين خرجونا وبعدها مسلمينا الناس تاني لسيارتين اخرى. كنا 23 نفر مع بعضنا، فوجئنا بوابه شدتنا، اول بوابه من تبع لبريجه شدتنا وقالوا انتوا المصريين اللي متحرى عنكم ومتبلغ عنكم من القياده المصريه والقياده الليبيه، احنا عايزينكم معانا وانتوا في ايدي امنه. محمد وضح انه على الرغم من كون الشباب يدرك ماهيه المخاطر المتواجده هناك، الا انه لا يجد بديلا سريعا عن البقاء للعمل في ليبيا والبحث عما يعيلون اسرهم به في ذلك البلد المضطرب. اي شاب في الوضع الحالي ان حرام يسافر ليبيا اصلا، لان الوضع مش تمام، وهم هناك بيتعاملوا مع المصريين حاليا على انهم اعداء بالنسبة للميليشيات المسلحة مش للشعب الليبي كله. محمد الشاب البسيط يسكن في بيت متواضع في قرية فقيرة في مركز بني مزار بالمنيا، ويعمل في ليبيا ليساعد والده وليكون نفسه ويكون خير سند لأسرته، وذلك على الرغم من إدراكه التام لكل المخاطر التي يلاقيها هناك. محمد قد عاد إلى بلدته سالما بحمد الله، إلا أنه ببقائه في ليبيا في الفترة الماضية على الرغم من معرفته بحوادث الاختطاف المتكررة التي تحدث للمصريين هناك قد ضحى بجزء من راحته وراحة أسرته. كل هذا يأتي في سعيه للبحث عن الرزق، بحثا عن أموال يعيش بها في بلده في مصر. فالسؤال، إلى متى يبقى حال المصريين على هذه الشاكلة؟ يضحي أبناءهم براحتهم وأرواحهم سعيا للبحث عن الرزق. محمد الريس، الحياة اليوم.